من بعد أحداث البوليفار ومنعه من السفر في المطار، الرابور المغربي الجراندي توتو يعتذر من جمهوره في مؤتمر صحفي على أحداث البوليفار، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إيذاء أحد، بحيث وجه اعتذاره إلى الجمهور الذي كانوا حاضرا هناك نساء ورجالا وأطفال والمنظمين، مشيرا إلى أنه ليس شخصا سيء أو يفعل شيئا سيئا، فقد يؤدي فن الراب، والراب ليس بشيء سيء وله ستايله الخاص، ولم يكن يقصد ذلك الشيء الذي فهمه الناس، والموسيقى شيء جيد وأنه لن يتخلى عنها وعن فن الراب بالخصوص. كما تطرق أيضا إلى أنه ليس له مشكلة مع أي أحد. أما بالنسبة للفنانة المغربية دنيا بطمة، فقد نشرت ستوري على صفحتها تخبر جمهورها أن كل تلك الصور التي تتداول على السوشيال ميديا لبنات اسمهم وصال تؤكد على أنها ليست هي، وهذه وصال بعيدة كل البعد عن جمال تلك البنات التي تتداول في السوشيال ميديا حسب تعبير دنيا. وتنشر بعدها ستوري آخر تناشد فيه السلطات بمدينة مراكش بأن يأخذوا ما هو موثوق بالصوت والصورة عن الاعتبار، مشيرة إلى أنها تريد حقها لا أكثر ولا أقل. وللمزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ولايك للتشجيع وتعليق لمعرفة آرائكم.